سارة من السعودية تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا سارة. يشهد الله يا شيخ أن كلامك أمس عن العفو أثر فيني بشكل كبير، لكن سؤالي يا شيخ الحين لما أدعي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن نكون من أهل العفو، لازم الشخص يعرف يا شيخ أني أنا عفوت عنه، وليكفي أن الدعاء يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني ربي عليم فيه. اسمعي يا سارة. نعم يا شيخ. كم عمرك؟ 26 يا شيخ. الحين أنت الشخص الآخر يعلم بعداوتك؟ عداوتي كيف يعني يا شيخ؟ يعني يعلم، هو يعرف أنه ظلمني، هو يعرف أنه تكلم فيني. أيوة يعرف. يعني يعرف. طيب. أيوة يعرف. بما أنه يعلم بالعداوة فمن باب أولى أن يعلم بالنقاء، صح؟ صح. ثاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأ صاحبه إيه؟ بالسلام. بالسلام. بقول لك شغلة يا سارة. نعم. اسمعي من أخيك الأصغر. لا مش الأصغر يعني ماشيها. اسمعي طيب من أخيك. الحياة إذا أنت عمرك 27 من الآن وحامل هم العدوات، والله لا يشيب شعرك بعد سنة. فأنت كلما كنت نقية من الداخل كلما كانت الابتسامة لا تفارق وجهك. فأنت اصفحي واغفري وسامحي وبعثي له ليلة النصف من شعبان، أنا صفحة بيضاء معك غفر الله لي ولك. وادخل في الحديث. كما احنا بسألك سؤال، ليه احنا نبلغ بعض بالعداوات؟ بكرهك. احنا على فكرة كلمة بكرهك لو نعدها اللي تخرج منا نحن الأمة العربية إلا من رحم ربك بالمليارات، لكن كلمة أحبك نادرا ما تخرج. بس في ناس هم اللي يظلمون، هم اللي يتكلمون فيك حتى وانت بعيد. بسألك سؤال، هل معنى وجود القتلة أن لا ندافع عن أنفسنا؟ هل معنى وجود القتلة أنه لا يوجد هناك أناس تريد الحياة؟ صح. لماذا لا يطغى مبدأ أننا نريد السعادة والحياة والتسامح وغفران الذنوب وما يوجد شحناء؟ لماذا دائما نجعل الأكثرية ينتصرون علينا؟ صح؟ ما تشوفين هذا؟ صح. يعني لما يكون عندنا فكر متطرف متشدد لأنه هو الأكثر والوسط قليل نريد يؤثر علينا؟ ترضي؟ فاحنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده لما خرج بمكة، وكل مكة تعبد الأصنام وكذا ولوحده، غير فكر الآن مليار رجل على وجه على الكرة الأرضية صلى الله عليه وسلم. مليار رجل الآن في عصرنا، مليار ونص مسلم بفكر النبي صلى الله عليه وسلم. شو رأيك؟ فاحنا ما يطغى علينا الأكثرية، لو كل إنسان يستسلم للأكثرية احنا بنفشل خلاص، نجلس في البيت. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. صح؟ صح يا شيخ. إيه؟ طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني الله يسعدك. أنا شيخ أمي متوفية الله يرحمها. الله يرحمها. طيب يا شيخ الحين هل يوصلها أخبارنا إحنا في الدنيا؟ يوصلها يعني بطريق بعدة طرق، وقلت شرحت كثير بس أنا بعيد الآن بإيجاز. اسمع يعني يا شيخ بالذات في قطع الرحم، في قطع الأصحاب، يعني أنا أقصد يصلها أخبار أهل الدنيا ويحزنها إن كان يحزن ويسعدها إن كان يسعد. يصلها أخبار أهل الدنيا بالمنام، إذا حد شافها في المنام وسألته وسأله وكلمه، أو إذا زار أحدهم القبر وكان قد أذن الله أن تسمع ماذا يقول الزائر، أو إذا مات أحد جديد من العائلة أو من الأقارب والجيران يصلوا. هذه الثلاث أوردتها بالأدلة في حلقة سابقة. جزاك الله خير. الله يطول.